ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ومن الذي يبلغ؟ البلاغ على قسمين، بلاغ نصوص وبلاغ معاني. بلاغ النصوص كل من حفظ آية أو سورة أو حديثا صحيحا فإنه يقرأه على الناس ويبلغهم إياه، يحفظهم إياه، يسمعهم إياه، هذا بلاغ النصوص. أما بلاغ المعاني والشرح والتفسير هذا لأهل العلم، ما يبلغ به من ليس عنده علم، وإن كان يحفظ نصوص لكن لا يفهم معناها، لا يشرحها للناس، يعني قد يكون شرحه لها خطأ. فالبلاغ على قسمين، بلاغ نصوص وبلاغ معاني. بلاغ النصوص لكل من حفظ ولو لم يعرف معانيها، حفظهم إياه وألفاظها، يتقنها لهم، يسمعهم إياه ويسمعها منه. وأما بلاغ المعاني والشرح والتفسير فهذا لأهل العلم. نعم.